السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات على قناة مستر حمدي بسيوني على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله بإذن الله ميعادنا مع يونت 6، الوحدة السادسة، هيلثي لانشز، الغذاء الصحي. طبعا شرحنا كل يونتس وكل عندك وحدات فيها 3 فيديوز، وفي عندك وحدات تانية 4 فيديوهات 4 بارتس، سايبهم لك تحت عندك في ديسكريبشنز عشان تراجعهم، ومقسم لك الوحدات كده الفيديو مدته قصيرة عشان انت تراجعه كويس، تحفظ كلماته وتعتبرها اجزاء كده تنتقل من جزء الى جزء. open your book، افتح كتابك، بيج 80 صفحة 80، يونت 6 healthy launches. look under، listen، استمع، and read، واقرأ. في عندك كده لو انت شايف هما الفاميلي، كل العائلة قاعدين في الجاردن في الحديقة، وطبعا في معاهم تي ومعاهم ايج ومعاهم تشيكن، تمام، اكل لذيذ، ومعاهم جوس، فكل واحد بيعرضه على بعض. يعني الصيغ اللي احنا هنقرأها دلوقتي اسمها صيغة ايه؟ عرض وطلب كده. فنبدأ كده من على الشمال، الولد المؤدب الشاطر ده بيقول grandpa، جدي، would you like some tea؟ هل تود بعد الشاي؟ grandpa، would you like some tea؟ هل تود بعض الشاي؟ رد جده تحت في الجملة اللي تحت قال له ايه؟ no thank you، لا شكرا. no thank you، I'd like some juice، انا اود بعض العصير. some tea، some juice. في النص كده عندك ال parents، father و mother، would you like an egg؟ would you like an egg؟ طبعا egg بدأ بحرف ايه؟ متحرك، عشان كده قبلها an. would you like an egg؟ الزوج بيقول لها هل تودي بيضة؟ قالت له yes please، نعم لو سمحت. yes please، نعم من فضلك. على اليمين هنا هنا وأميرة. هنا، would you like some chicken؟ would you like، هل تودين some chicken، بعض الدجاج؟ قالت لها yes please، نعم من فضلك. That looks yummy، هذا يبدو لذيذ. يبقى عندك كده ركز تاني معايا في البيج كده، بنتعلم صيغة would you like. يبقى انت لما تيجي تعرض حاجة على حد بتقول له ايه؟ would you like، هل تود. وفي صيغة تانية بتسويها اللي هي do you want، الاتنين صح، هناخد التانية دي بعد كده. يبقى would you like some tea، would you like an egg، would you like some chicken، would you like some juice، لما تكون بتعرض حاجة على ايه؟ على حد. هو موافق يقول لك yes please، بيرفض يقول لك ايه؟ no thank you. موافق يقول ايه تاني؟ yes please، بيرفض no thank you. ممكن يقول لك بعد no thank you، طبعا لو yes please خلصت تمام هو متفق معاك. طيب مش متفق معاك، no thank you I'd like، يعني I would like some، ويقول لك الحاجة اللي هو ايه؟ عايزها. الفوكابلري تحت عندك مركزة على egg، tea، chicken، juice. اللانجوج اللي متعلمها would you like some، yes please، no thank you. اقرأ لك الجمل تاني، grandpa، would you like some tea، no thank you، I'd like some juice، would you like an egg، yes please، Hannah، would you like some chicken، yes please، that looks yummy. okay، بتعلمنا vocabulary ولانجوج. تعالى يلا في next page، page 81 صفحة 81، ومهارة listening، الاستماع. listening، listen point and say، اسمع مني كويس الكلمات وركز عشان هتحفظها في البيت وتكتبها في الكراسة عندك في النوت بوك، تراجعها كويس مع بابا وماما كويس عشان تبقى بطل وتبقى ممتازة. كلها كلمات خدناها قبل كده، يعني مفيش حاجة جديدة. milk، لبن، milk، milk، M-I-L-K. burger، burger، خلي بالك بالانجلش، burger، a burger، a burger، A-B-U-R-G-E-R. chicken، 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 C-H-I-C-K-E-N. fries، 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 F R I E S. fruit، 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 F R U I T. grapes، grapes، grapes،
GRAPES. Ice cream, ice cream, ice cream. ICECREAM. Juice, juice, juice. JUICE. Water, water. وقلنا قبل كده كمان water. حرف التي بين حرفين متحركين ممكن نقلبه ل دي. Water, water. WATER. طيب تحت عندك بطل sort and write. عندك على الشمال food الأطعمة، وعندك على اليمين drinks المشروبات. تعال بص كده أول صورة، صورة إيه؟ milk. ها نكتبها تحت drinks. A burger food. Chicken food. Fries food. Fruit food. Grapes food. Ice cream food. Juice drinks. Water drinks. تحت بتقول عندك my favorite food is. طعامي المفضل بيكون، شوف انت بتحب ايه من الطعام، بس لازم يكون healthy lunches، طعام صحي. ما ينفعش تكون انت بتحب الطعام الغير صحي، زي عندك مثلا الفرايز مثلا والبرجر، ده unhealthy food. يبقى عندك هنا في البيج مركز على الفوكابلري: a burger, fries, ice cream, milk, fruit, grapes, water, juice, chicken. Okay. Next page, الصفحة التالية، page 82. Usage الاستخدامات. ايه الاستخدامات دي؟ تعال نشوف بقى التيبلز، الجدول اللي قدامنا ده، ونشوف الاولاد زمايلنا دول my friends اصدقائنا، وهم بيقولوا ايه وبيعملوا ايه. يعني تامر وعندك هنا في الصورة قدامك بيحب حاجات ومبيحبش حاجات. طيب ركز كده. Ask, answer and complete. تامر ندى عليه تقول له Do you like bread؟ هل تحب الخبز؟ بص كده على صورة bread تامر معمول تك يس. قال لها Yes I do، نعم أحب. سؤال بدو إجابة Yes or No، زي كان قبل كده سؤال بإز Yes or No، سؤال بكان Yes or No. تامر Do you like bread؟ قال لها Yes I do. عندك هنا انت والفريندز، انت واصدقائك، هتكتبوا بقى اساميكم كل اتنين مع بعض كده في ديسك، انت واخواتك في البيت تكتب اسمك. تمام. انت بتحب البريد تعمل يس، برجرز تعمل يس، تشيكن واحد بيقول ما بحبهاش مثلا يبقى نو، فرايز وات ايفر يعني اي حاجه. تمام. وبعد كده تسالوا بعض بقى دو يو لايك، يعني مثلا اختك هنا دو يو لايك، هنا دو يو لايك مثلا برجرز، تقول لك no I don't، لا ما بحبهاش. كنت تقول لها مرة تانية هنا do you like ice cream؟ تقول لك yes I do. اوكي. بعد كده نكتب عليها جمل زي زميلنا كده تامر likes bread he doesn't like burgers. فريد اند ماتش اللي تحت عندك بنت بتقول I'm hungry، انا جعانة، هنوصلها طبعا بالاطعمة. والولد المؤدب الشاطر ده بيقول I'm thirsty، انا عطشان، هنوصلها طبعا بالدرينكس بالايه بالمشروبات. يبقى اليوسج هنا البيج دي مركزة على ايه؟ he likes she likes I'm hungry I'm thirsty. قلنا he و she و it لما تبدأ قبل الفعل في present simple، او لما الفعل يجي بعدها في present simple بنضيف للفعل حرف الايه؟ الاس. ايوة في افعال بتاخد اس وافعال بتاخد IES. اوكي. صفحة سهلة وبسيطة، يبقى هنكتفي بثلاث صفحات دول بس في part 1 في الجزء الاولاني لي يونت 6 اللي هي بعنوان ايه؟ healthy lunches. healthy lunches مركزة على الفودز ودرينكس، مركزة على البريزنت سيمبل مضارع البسيط. تمام. انا هسيبهولك تحت برضو ديسكريبشن شرح المضارع البسيط. وعندك طبعا I'm لما تكون بتتكلم عن نفسك وبتجيب الصفة الادجكتيف I'm hungry I'm thirsty. خدناها اصلا في برايم 1 I'm hot انا حران، I'm cold انا بردان. تمام. اوكي. تمام يا ابطال، انتظروني في بارت 2 في الجزء الثاني لـ يونت 6. باي باي.